بالنسبة للعمال في القطر وكنت النقابات الدولية منو معناه ودعنا شكوى منظمة العمل، ومنظمة العمل نددت بالعمل بالقطر، ندت به ولسنت لجنة رفيعة المستوى نفسها اللي جات الجزائر رفع المستوى وحسبت، ومن بعد قطر ناقشت وتحاورت بس بدلت للوا، لان العمل كان مسكين ما يخرجش مليح وما كانش عنده الدروا يرجع لبلاده لو كان خاطش لي بابي تاعو كانوا مشدودين عند رب العالم، تما لي بريفي با الدوله. هذه حقيقه. نرجع الان الى وهران، المشاريع قلتها ماشي مشاريع تاع ليكيب جديده، مشاريع كانت موجوده من القديمه، من مليار دولار اللي خونوهم ولا الاكثر من مليار دولار اللي نخونت في المشاريع، ودات وقت كثير سافاتير دوبلات السومه تاعهم، لان باش الصاد والمشروع تاع عدو كان من قدم تكمل، لكن كل عام كانوا يزيدوا في الفينونسمون لانها كانت فيها خيانه وسرقه وتعطيل. هذه واحده. دونك وهران ما استبدت حتى حاجه، راهم ابليكاو واش كان في المشاريع القديمه، كملوهم ماشي كملوهم كاع، كملوهم اثر، باسكو كي تشوف المطار تاع السينيا اللي راه جديد اللي عنده 20 عام هو ثاني اون دوموندو باش يوسعوه، ما كملوش حتى الان، ما كملش حتى الان، مازال ما كمل. صديق ما الماء اللي قالوا لنا ريقلينا البروبليم تاع الماء والمليار، الماء قلت لك مازال البروبليم الماء في وهران، لان عشت من صغري حتى لكبري مازال الماء، دونك مشكل تاع الماء حتى المشريع. وقلت لك كلش ديكور كلش يتهدم من بعد، هذا الشجر والزواق والطرقان ما غاديش يشدوا ويصرى لهم كي لوطوروت الجيريا شاك فوا لي فيشير، سي با ماشي بنيان على الصح ولا بنيان حقيقي، سيتي بنيان ديكور كيما المسرحيه، ومن بعد يتهرس ويقيسوا الديكور ونولي وهران ترجع الى مليح. بالنسبه للجدار هذا الضغط الدولي اللي دار كل شيء ديكور، لان ما تنجمش تمنع الحراقه باش يحرقوا من وهران ولا من جهه وهران جوايه وهران، ما تنجمش تمنعهم مادام نفس المستوى المعيشه نفس يا با ديسوار، غادي يقعد والحراقه في هذا الوقت في الجو ميديتراني. انا عندي معلومات ان في الجو ميديتراني كان دي بارك حرقوا في هذا اليمن، حرقوا لاسبانيا. دونك لي كونديسيون الاساس الهيئه هذه حتى حاجه ما تغيرت. الان في وهران لو كان تشوف معمره بوليسيه هذه تتحرك يرفدوك، هذه دير تجمع صغير يرفدوك، هذه حصانها ماشي قضيه ضد التيروريست، لا قضيه خايفين ان مجموعه تحتج ناشطين يحتجوا باش يكشوا على المحبوسين اللي راهم في الجزائر في وهران وفي الجزائر واللي راهم متبوعين في لا جوستيس، مازال عدد كبير راه متبوع ماش محبوس ولكن راه متبوع، خايفين احتجاج قليل باش يقولوا حقوق الانسان الناس تنفذ ديزافيش ولا وهران مسلكله. دونك باش تعرف الوضع اللي راه فيه هاد لي جو، الناس بغات تفرغ راح تستاد باش تفرغ، لكن هما الكثر تادير الكثر خايفين هاد الحشمانين اللي يكشفونا ويديروا غلطات، تادير ما همش تادير ما همش كي نقولوا احنا الحماس تاع ماذا بهم، تادير في كل الالعاب كان ليبرتي، قول واحد يقرب الديليغاسيون، قول واحد وهران يروح يقرب واحد ديليغاسيون ولا بنت ولا طفل ولا قلنا ما ينجمش، دوك ما كانش هذاك اللي يكونوا في لي جو كي نقولوا الاحتكاك العالمي. وبالمناسبه كثير من الجزائريين علقوا على صوره في وهران انه تم تخصيص شاحنه خاصه بامكان سحب بالكارت بونكير بالبطاقات البنكيه ويعني متوفره الاموال، بينما الجزائريون يتساءلون لماذا يعني هناك امكانيه ان يتم توفير هذا لمن جاءوا من الخارج، لما الجزائريين
تسهل حياتهم هكذا ما دام كاينه امكانيه. لماذا هذه الصعوبات وتعقيد الحياه في الجزائر؟ حتى لي بنك دخلوا في اللعب وداروا جهات ودي بنك بلايف سبيسيال وين يريتيرو ويديبلاسوهم. هذه معناتها باش نفهمك باللي كي قلت لك ديكور تاع مسرحيه لما تنتهي كل هذا الشيء يروح، نرجعوا كما يقولوا لعادتها، مش عارف يقولوا هذيك ليكزومبل تاع ريما لعادتها القديمه او حليمه لعادتها القديمه. دونك باش نكونوا واضحين ان لي جو ميديتيرانيان غادي يكونوا بالنسبه عنده، على بالك لي جون ما عندهمش حتى وين يروحوا لابيسين، لابيسين بيبليك ما كانش في وهران بيسين بيبليك وين لي جون يروحوا يعوموا نورمال، ما كانش في وهران، لازم تعرف هذه. على بالك الان لي جون في العمان وين يروحوا؟ اما يروحوا الشيراتون وين يا الجيدو، الجيدو هذاك تاع الماء وين يروحوا؟ ولا دي فوا الزام يروحوا تماك يشمخوا روحهم بالماء. مي يا با بيسين في الاخر، دوك تروح تلعب الان وين علموا صديق علموا ولادكم السباحه ما كانش نعلمكم السباحه وكل شيء، يا انشاء البيسين اللي بناوها وطولت هذه البيسين اللي داروها في الستاد الاولمبيك، وحده منها يترينوا فيها لي زاتليت، منها هذو اللي جاوا من الميتيرانيا، منها يديروا فيها لي كومبيتيسيون. دونك حتى صديق ما كانش سوف الا تروح لابيسين تاع الشيراتون، يا الشيراتون عندهم بيسين صديق تخلص يباي الشعب الجزائري ما يقدرش يروح يخلص 120 الف ولا 160 الف البول على نهار في لابيسين، ما تدخل ما تصدي ما نجمش لا با الكاباسيتي. انت على بالك المستوى المعيشه في الجزائر اللي راهي دروك الان، حشاو الناس اللي عايشين في لا كلاس موين، لا كلاس موين هذه اللي يخلصوا شويه مليح 5 ملايين 6 ملايين 8 ملايين 10 ملايين، ولاو كيروح عند البوشي يشري بورسيون تاع سوسيس بورسيون